بك ابو خالد لك صوره تجتمع فيها مع الفنانه القديره ورده الجزائريه. متى اجتمعت وش غنيت؟ واكيد كان اغنيه للحان محمد عبد الوهاب شيء جديد. يعني شوف عبد الوهاب جامع كل 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 المطربين. حلو. تقريبا كل المطربين، فمن ضمنها يعني هي تحب ان 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 يقال عن اغانيها شيء. حلو. فانا غنيت لها اغنيه لون الملامة. لون الملامة. لون الله. اي قدامها يعني، فغنتها وياي في في برنامج كان في لبنان، فحسيت ان ورده الجزائريه مع عبد الوهاب شيء يعني خلطه جميله جدا. انت شفت من الجزء الاول ايه؟ كنت وياك ايه؟ وقيت خذيت عني انطباع اني طماع ايه؟ وانا يعني انا لي الحق ان اكون طمعان فيك اليوم ابو خالد. تحت امرك امر. لولا الملامه. لولا الملامه. تامر تامر. لولا المنامة يا هوى لولا المنامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا المنامة يا هوى لولا المنامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة. واطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، واطير وارفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري كفاية عمري اللي ابتدى، وانا بخاف الملامة ولا بخاف الملامة.